بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتكلم يا شباب عن عزل الأسطح. فالكلام ده طبعا مهم ويهم الناس جدا في فصل الشتاء. ده سطح، فالمفروض ان يبقى شطب الشقة اللي تحت، فلازم طبعا ان انا اعمل عزل للسطح من فوق. عزل السطح المفروض انه عزل حرارة وعزل رطوبة. عزل الحرارة بيتعمل بالفوم، وعزل الرطوبة بيتعمل بالسيراميك، وتحتيه بيكون في الممبرين أو السيكل، عزل الأسمنتي أو عزل البيتومين أو عزل الممبرين، عزل الإنسومات. في أشكال كتير، أنا بس عايز أقول شوية ملاحظات كتير في موضوع عزل الأسطح. يعني عايز أقلل التكلفة. طب وعايز أعرف تكلفة السطح والمتر المسطح يعمل كام. المتر المسطح الممبرين بس يعني بيعمل حوالي 450 جنيه، اللي هو ال 4 مللي تقريبا، يعني في الحدود ديت. فلما تيجي تقسمهم على ال 9 متر مسطح، لان الرول بيفرض طوله 10 متر في عرض 1 متر، فلما يجي يعمل اوفرلاب فحضرتك في الاخر خالص هيصفي 9 متر. لما تقسم 450 على 9 هيطلع متر مسطح فيه 50 جنيه للممبرين فقط. السيراميك المتر المسطح فرز ثالث، اقل سعر سيراميك ممكن توصل له هو مثلا 35 جنيه في الوقت الحالي يعني. فحضرتك بتبدأ تجيب السيراميك بالشكل دوت، وطبعا تكلفة الونش وتكلفة الأسمنت وهكذا وتكلفة المصنعيات. يعني مثلا نقول الراجل بتاع السيراميك ممكن يشتغل مثلا ب 20 25 جنيه في موضوع السيراميك بتاع الأسطح، وغير الرمل والأسمنت يعني ممكن المتر يقف معاك مثلا ب 60 جنيه سيراميك بس، غير التشوين وغير الإنسومات وغير البيتومين لو أنت هتشتغل. أنا عن نفسي مقتنع تماما إن أنا عايز أقلل التكلفة، كل اللي يهمني ان انا اعمل سيراميك واعمل فيه ميول. في فكرتين، الفكره اللي انا جاي اتكلم عنها دلوقتي هي فكره المجرى ديت. انا جيت هنا عملت ميول الجنب اليمين دوت، عملت جبته مايل على المجرى دي، والجنب اللي في اليسار جبته مايل على المجرى ديت. فكده اصبح عندي المجرى دي بتعمل صرف على المنور دوت. في هنا في مزراب، والمزراب وصلته بالصرف اللي موجود هنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. ده بالنسبة لموضوع المجرى اللي موجودة هنا، نص ماسورة وببدأ أقسمها. وهنا بعمل ميل كمان على مزراب تاني وببدأ أشغل الجزء ده لو مكشوف. طبعا هنا ده الجزء ده هيتعمل صاج معرج، وطبعا هناك في مزراب لو حد ياخد باله من النقطة دي. هنا كده في مزراب، وهنا كمان المية اللي نازلة ديت المزراب ده بينزل على مزراب تاني في المنطقة ديت، وطبعا كل ده بميل. انا بقى في شويه حاجات تانية عايز اتكلم عنها، وعن موضوع الدش، وعن موضوع عن موضوع الخزانات الميه. طبعا الجيران يعني المفروض ان هم برضو يهتموا ان هم يعملوا العزل بتاع الاسطح، يعني المنظر ده منظر صعب جدا، فعايزين نتكلم عليه. انا قبل كده عملت صرف وعملت عزل للسطح. حضرتك هشوفوا السطح العماره ديت بالمنظر ده. طبعا يعني انا سعيد جدا ان ده انضف شكل سطح عماره موجود في المنطقه دي كده بالمنظر ده. لو بصينا على اي اسطح عمارات تانية هنلاحظ ان الدنيا صعبه جدا. شايفين المنظر، يعني ده مش منظر الناس تعيش بيه يعني. طبعا ده كويس انه منظف السطح بتاعه بس من غير عزل. طبعا هنا الناس بترمي الزباله على السطح بدل ما يجيب ونش وينزل مثلا تحت، بيلاقي بيطلع على السطح ويرمي على السطح. فعشان كده اول حاجه المفروض ان احنا نتكلم عنها في موضوع الاسطح ان تعمل لها باب. لو حد شايف الراجل اللي هناك دوت عامل انسومات ومش عامل لها سيراميك، هتلاحظ ان في ميه مطر متجمعه، في نقطه مطر متجمعه هنا وفي نقطه مطر متجمعه هناك. الميه اللي متجمعه دي هو عامل انسومات واقف على كده. عشان كده دايما انا بقول ان السيراميك اهم من الانسومات او الممبرين انه يتحط على السطح. ليه؟ علشان بيعمل صرف مباشر. انا مش مستني ان الميه تتجمع وافضل عامل حوض سباحه فوق على السطح. انا مش عايز اعمل حوض واجمع الميه، لا انا عايز اصرف الميه. عشان كده السيراميك اهم من الانسومات. ده بالنسبه انك عايز تقلل التكلفه، لكن الاصح من الاثنين ان انا اعمل الممبرين واعمل عزل حراره واعمل عزل رطوبه. وطبعا انا اتكلمت عن عزل حراره في موضوع الاحتباس الحراري وقلت ان الشفاطات اهم شيء. طيب هبدا بقى دلوقتي اتكلم على موضوع الدش. وشايفين حضراتكم الدش هنا قاطع الحركه في كل حته والخزانات في كل مكان. لو انا جيت على السطح اللي تحت ده لما جيت عملته جمعت الدش كله على خط واحد. شايفين حضراتكم الدش هنا متجمع على صف واحد فقط، فبقى عندي مساحه للسطح ان انا اقدر اعمل فيه اي مشروع. مثلا عايز اعمل زراعه اسطح،
او اعمل فيه برجوله ونقعد اجمع فيه الناس. كل ده اللي المفروض يتعمل. جمعت فوق غرفه الاسانسير هناك كم دش وهكذا. لكن هنا الناس تلاحظ ان كل واحد في اي حته يحط الطبق بتاعه بتاع الدش في اي مكان، والخزان يتحط في اي مكان. طبعا كل ده سوء فكر، سوء استخدام. طبعا انا حظي ان المكان دوت ما كانش فيه اطباق دش كتير، ولكن تخيل مثلا المنظر ده كل الناس مجمعه كده. تخيل لو كل ده يتجمع مثلا على السور اللي موجود هناك دوت، عشان كل الاطباق تبقى ماشيه في الاتجاه بتاعها، يتجمع على السور الخارجي. دي حاجه ممكن تتعمل، تعمل ماسوره مجمعه، تعمل دش مركزي وتجمع عليه كله. طبعا المنظر دوت منظر يعني ما ينفعش ان كل واحد يحط المخلفات بتاعته على السطح، تبقى كل دي احمال موجوده على البلاطه اللي موجوده بتاعته. طيب فدي نقطه. النقطه الثانيه ان الاسلاك بتاعت الدش بتبقى قطع الطريق، يعني ما ينفعش مثلا واحد يحط سلك دش موجود كده في الارض، لازم يكون ليه خط مجرى ضفيره على السلك. يعني السلك ما ينفعش كل واحد يبقى السلك بتاعه ماشي في حته لوحده. كل الاسلاك بتاعت الدش المفروض انها تتجمع في خط واحد، مش كل الدش يبقى في كل حته. الاسلاك كلها لازم تكون متجمعه. لو جيت هنا بصيت هتلاحظ ان انا جمعت بعض الاسلاك بتاعت الجيران وجمعتهم في خط واحد، لكن طبعا ده برضو منظر غلط، لكن عشان اقلل بيه التكلفه. لكن الصح ان كل واحد يبدا يشتغل باسلوب منظم، وان الناس كلها تجتمع. طبعا لازم ان السطح يكون ليه باب، يعني باب يكون محكوم ويكون ليه اداره. فالنقط دي مهمه جدا، كذلك موضوع الخزانات. فدي نقط انا حبيت اتكلم عنها، حبيت اتكلم عن موضوع المجرى دي. موضوع المجرى اهم 1000 مره من موضوع البيبه بتاعت الصرف. تحت لما جيت عملت المره اللي فاتت، لما جيت عملت السطح ده، السطح ده عملته على بيبه، عملت مزاريب كذا مزراب وعملت بيبه للسطح. يعني هنلاحظ ان في بيبه موجوده في النص هنا، هنلاحظ ان في زي تراب كده متجمع، ده مكان تجمع ميه. فالصرف ما بيكونش متجمع على البيبه مظبوط، وحتى الراجل بتاع السيراميك مش عارف يظبطه صح. فلذلك دايما يفضل ان انت تعمل لخط المجرى، هيكون افضل وهتقدر تتحكم في الميه بتاعت الصرف اكتر، صرف المطر طبعا. وعملت طبعا مزراب هناك في المنطقه دي، وكذا مزراب تاني، في مزراب موجود هنا تحت، وفي مزراب موجود هنا في النقطه دي، وهكذا. ففي النهايه انا يعني بحاول اوصل الفكره وانقل الخبره. يبقى انا وصلت لان المجرى ديت هي افضل حل في الوضع الحالي، هي ان انا اجمع ميه الصرف على المجرى اللي حضرتك شايفها ديت، نص ماسوره وتجمع الميه، اجيب ميل من اليمين وميل من الشمال، واصرف الميه بتاعت المطر على خط المجرى دوت بالشكل ده زي ما حضرتك شايف بالمنظر دوت. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هضيف بس ملاحظه اخيره معلش، هي موضوع الاماكن بتاعه الدش. الاماكن دي ممكن تجمع ميه، فلازم حضرتك تبقى مهرمها كده بالشكل ده، تحط عليها فوضه سيراميك، بواقي سيراميك بالمنظر ده، لازم تكون مايله عشان دي اماكن ممكن تجمع الميه فيها اثناء المطر. فكل ده المفروض يتعمل بالمنظر اللي حضرتك شايفه دوت بالشكل ده. كل ده اللي المفروض يحصل في موضوع الاطباق بتاعه الدش بالمنظر ده. السلام عليكم.